وللمتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا سيادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، بعد التحية، الدور المحوري الذي تبذله مصر على مر العصور دوما لإرساء السلام على مختلف الأصعدة، كيف تراه الآن والعالم يحتفل بيوم السلام العالمي؟ لا شك أن الدور المصري فيما يتعلق بتحقيق الأمن والاستقرار وشيوع السلام في كثير من مناطق العالم، سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، هو دور واضح وظاهر ويحظى بكل التقدير والاحترام من كثير من دول ومنظمات إقليمية ودولية عديدة. مصر في محاورها وفي اتجاهاتها هناك محور يتعلق بالمحور السياسي، وهو يتعلق بتحقيق السلام والدفع عن الآفاق وفرص التنمية، لأن السلام والتنمية وجهان لعملة واحدة. الدور المصري واضح بشكل كبير سواء في إطار الثنائي أو الإطار المتعدد. نحن نرى على سبيل المثال الدور المصري المتميز والواضح في الوقت الحاضر فيما يتعلق بتداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة ومحاولات التوسط من خلال جهود كثيفة وعديدة من أجل التوصل إلى توافق على مرحلة معينة تنتهي بتوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بإقامة أو حل الدولتين. هذا الجهد مقدر وملموس والعالم كله يشهده، بل يحث مصر على تواصل جهودها القوية البناءة. نجد مصر أيضا فيما يتعلق حتى على مستوى القارة الأفريقية، هناك دور مصري واضح فيما يتعلق بتسوية الأزمة السودانية. هناك دور مصري واضح أيضا فيما يتعلق بتسوية الأزمة الليبية. هناك أيضا دور واضح فيما يتعلق بنوب السودان. هناك إسهامات من جانب مصر بقوات حفظ السلام في مناطق عديدة من العالم وخاصة في القارة الأفريقية، بشهادة في منطقة الساحل، في منطقة في الكونغو، في أماكن أخرى كثيرة، وهذا على سبيل المثال وليس الحصر. إذا الدور المصري في مثل هذا اليوم يجب أن نتذكر أنه دور بارز، دور من يعني في أولويات الدول التي تساهم في عمليات حفظ السلام وفي دفع جهود السلام وفي تحقيق الأمن والاستقرار وشيوعه على مستوى الأقاليم المختلف. ربما نشير أيضا إلى المرحلة الحالية في جهود مصر لتحقيق هذا السلام فيما يتعلق بالأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر التي تشهد حالة من التوتر الشديد فيما يتعلق بالعدوان السوري على غزة وتداعياته، فضلا عن قضايا تتعلق بالسودان والصومال. مصر جهودها حثيثة في هذا الإطار أيضا، وتطلع بدور محوري اتصال بكافة الأطراف المعنية بهذا الأمر، سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الغربية أو الاتحاد الأوروبي، سواء فيما يتعلق أيضا بإيران وتركيا، وأيضا فيما يتعلق بالأوضاع في الصومال مع الصومال ومع الجانب مجلس السيادة السوداني. فأنا أعتقد أن هذا الدور دور يعني متنامي ومتعاظم ودور محوري، لأن تحقيق الأمن والاستقرار هو مطلب حيوي على المستوى الدولي تحقيقا لعملية التنمية والمستدامة وتفتح آفاق أرحب وأوفر لتحقيق هذه الأهداف التنمية المستدامة التي تكون ما يقرب من 18 قطاع في إطار برنامج الاتحاد الأفريقي 2063، وأيضا فيما يتعلق ببرنامج الأمم المتحدة 2030، وفي كل منهما قطاع خاص بعملية حفظ السلام والتنمية المستدامة. نعم، أشكرك جزيلا سيادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق.